اهلا بكم في فيديو جديد وبارفان جديد. هو مش جديد، هو البارفان ده فيرزاتشي ايروس فليم. طبعا يعني في تساؤلات كتير جدا عن فيرزاتشي ايروس فليم، هل تجيبه ولا تجيب الايروس العادي، هل انصحك تجيب ده ولا ده. فيعني ايه، في حديث كتير قوي عن البارفانات دي، فقلت ان انا اتكلم باستفاضه شويه عن الفيرزاتشي ايروس فليم لان انا ما اتكلمتش عنه قبل كده. انا كنت دايما بنصحك وخلاص ان انت تجيب الايروس العادي عن الايروس الفليم. فايه اسباب ان انا بقول لك كده، وايه اسباب ان انا بنصحك ان انت تجيب الايروس العادي، هتكلم لك عنها في الفيديو ده باستفاضه، وهقول لك ليه انا بفضل الايروس العادي عن الايروس الفليم. ولكن الاول لو مش عامل سبسكرايب يا ريت تديني سبسكرايب، اكتب لي تحت في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو، وبرده لو في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك ان انت تجيب مين فيهم. دلوقتي برده الخنفاري على الانستجرام، ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت تعمل لي فولو لو عايز، ونرجع تاني للايروس فليم والضجه اللي هو عاملها. طيب ايه بقى الحكايه مع فيرزاتشي ايروس فليم، وايه الهيلمان اللي هو عامله دي، ويعني ايه الضجه اللي هو عاملها في الفتره اللي فاتت، وهل انصحك انك تجيبه ولا لا. هنبتدي الاول ريحه البرفان ده، ايه ريحته بالظبط، وايه اللي بتاخده منه، وايه الاختلاف عن الفيرزاتشي ايروس العادي مع البارفان ده. ريحة الايروس فليم هي بتاخد نفس الستايل بتاع الايروس العادي، ولكن محطوط عليه شوية نوتات زيادة، او محطوط له يعني ملعبين في التركيبة بتاعته شوية، حاطينه ان هو في شوية وودي اروماتيك، يعني بتحس ان هو ايه، في شوية توابل واروما كده شوية. فالبرفان بيدي لك نفس الفريشنس بتاعة الفيرزاتشي ايروس العادية، يعني بتحس ان هو فيه سيترسي، او بتحس ان فيه شوية حمضيات، فيه ليمون وفيه التفاح وفيه النعناع، يمكن ما فيهوش النعناع، انا بصراحة مش ملاحظتش في ده بالذات النعناع. بس بشكل عام البرفان ده بتحس ان هو واخد نفس الستايل بتاع الفيرزاتشي ايروس، بس حاطين لك عليه شوية نوتات تانية بتديله تقل وهيبة وقار كده، بس مش معمول باحترافية قوي. يعني البرفان بتحس ان هو مشتت ما بين الشخصيتين، الفيرزاتشي ايروس العادي تحس ان هو مجنون وبره الصندوق، الفيرزاتشي ايروس فليم بقى بتحس ان هو بيحاول جاهدا ان هو يعني يحاكي او يضاهي الفيرزاتشي ايروس، او زي ما تقول يصد فجوة موجودة بس هي مش موجودة من الاساس. يعني هم مقدمين البرفان ده ان هم قدموا برفان منعش جدا وبره الصندوق وجميل قوي زي فيرزاتشي ايروس، قال لك ايه، نعمل الايروس فليم بحيث ان هو يبقى اتقل شوية، بس الناس مش محتاجة اتقل شوية، يعني الستايل ده من البرفانات الناس مش محتاجاه، مش بتدور عليه. فيعني لو حطيته راس براس كده مع فيرزاتشي ايروس، تحس فعلا ان فيرزاتشي ايروس ليه شخصية، ليه ستايل خاص، انما ده تايه في النص، لا هو محصل فيرزاتشي ايروس ولا هو محصل برفان ديجنيفايد او برفان يعني ليه هيبه ووقار ويعني ايه وقور في نفسه كده، لا البرفان يعني محطوط في حته في النص كده وتايه ما بينها ومش عارف له شخصيه. فده رايي في ريحته. هل ريحته وحشه؟ لا بالعكس، ريحته جميله، بس التميز بتاعه مش نفس تميز الفيرزاتشي ايروس، التميز بتاعه مش موجود. البرفان يعني ما يحسسكش ان انت يعني ايه ستاندينج اوت، او ان انت مميز في حاجه، لا البرفان ان انت محشور في النص ما بين عالمين انت مش عارف توصل لاي واحد فيهم. فده رايي في البرفان. فلو انت عايز تجيب حاجه ريحتها كويسه، لسه انا عند رايي هات الفيرزاتشي ايروس العادي، ريحته افضل من الفيرزاتشي ايروس فليم. ننقل لنقطه تانية مع البرفان ده، وهي نقطه تعدديه الاستخدام، تستخدمه امتى وفين وازاي، وايه حكايته مع تعدديه الاستخدام بشكل عام. يعني البرفان ده بشكل عام تعدديه استخدامه كويسه، يمكن اقول ان هي افضل شويه من الفيرزاتشي ايروس العادي، لان هو فيه يعني في النوتات الزياده اللي حاطين عليه الودي اروماتيك دي ممكن تدي لك فليكسيبيليتي ان انت تستخدمه في مواقف تانية او في مواقف اكتر شويه من الفيرزاتشي ايروس، بس ما تسرحش بخيالك قوي ان هو هيغطيك في كل حته وكل مكان وهيبقى جميل قوي ومش عارف ايه وكده، لا برضه، لان البرفان زي ما قلت لك هو محتار ما بين الايروس وما بين ان هو يبقى حاجه تانية. فانت البرفان يعني الفيرزاتشي ايروس عارف ان هو لعوب، عارف ان هو برفان كلابينج، عارف ان هو برفان صارخ قوي ولاود قوي، وان انت بتروح للناس بتقول لهم تمسك الميكروفون وتقول انا جيت اتفرجوا عليا. البرفان ده مش كده، هو البرفان ده فيه شويه فريشنس بس ما هوش صارخ قوي زي الفيرزاتشي ايروس، وفي نفس الوقت ما عندوش هيبه ووقار زي برفانات تانية كده ايه اهدى منه بس راسيه في نفسها، لا البرفان مشتت. فتعدديه استخدامه هي موجوده، يعني يمكن بقول لك كمان ان هو متعدد الاستخدامات اكتر من فيرزاتشي ايروس، ولكن بتديله عامل ايه، ان هو سيف او برفان امن شويه. فمعرفش بتحس ان انت ممكن تستخدمه بس تفضل ان انت تستخدم برفانات تانية بتبقى امثل في استخدام في مواقف تانية اكتر من ده. يعني مثلا لو انت رايح تقابل واحدة ممكن تحط فيرزاتشي ايروس فليم،
ولكن ممكن تحط مثلا دولس اند جابانا ذا وان، او ممكن تحط فيرزاتشي ايروس، او ممكن تحط جون بوغوتي الترا ميل. يعني في برفانات تانية ممكن تبقى انسب شويه لو انت رايح تقابل واحده في اتموسفير معين. لو رايح تقابل اصحابك ممكن تحط برفان مثلا زي ديور سافاج، ممكن تحط برفان زي كوتش فورمان، ممكن تحط برفانات تانية. بس الفيرزاتشي ايروس فليم هيقضي المهمه بس مش بنفس الكفاءه زي برفانات تانية ممكن تعملها. يا ريت يكون النقطه دي وصلت. البرفان ده من ناحيه تعدديه الاستخدام كويس، ولكن في حاجات تانية احسن منه. ننقل لنقطه تانية مع البرفان ده، وهي نقطه عامل اطراءات السيدات. هل بيجيب لك اطراءات من السيدات ولا لا، وهل بيلفت انتباههم ولا لا؟ والله هو من ناحيه اطراءات السيدات فهو هيجيب لك اطراءات. يعني البرفان ده ما تفهموش غلط، هو البرفان كويس قوي، بيعمل معهم شغل حلو وهيجيب لك اطراءات كتير من الستات، ولكن ما تتوقعش ان هو هيجيب لك اطراءات زيه زي فيرزاتشي ايروس. بصراحه اكتر برفان من فيرزاتشي بيجيب اطراءات هو فيرزاتشي ايروس، اكتر برفان من فيرزاتشي مجنون هو فيرزاتشي ايروس. الفيرزاتشي ايروس فليم يعني معرفش هو زي تاني، انا بحاول اشبهها ان هما بيحاولوا يسدوا فجوة مش موجودة اصلا. يعني هما بيتخيلوا ان في فجوة موجودة في السوق وهم عايزين يسدوها، بس الفجوة دي مش موجودة، فهم نزلوا برفان يرضي ناس مش عايزاه اصلا. فده رأيي في البرفان. من ناحية رد فعل السيدات هو هيجيب لك اطراءات، هيبقى مرضي للستات، يعني ممكن تحطه وانت نازل تقابل واحدة وهتبقى هي راضية جدا على البرفان اللي انت حطه، ولكن هيبقى رضاها اكتر او هيبقى منبهر اكتر لو انت حطت برفان زي فيرزاتشي ايروس الاوريجينال او العادي. ان هو البرفان هيبقى مجنون، البرفان جريء جدا، انما ده مش جريء، ده لا محصل ان هو جريء ولا محصل ان هو راسي في نفسه، هو مشتت في النص. وده يعني مش كل الناس بتحب كده، وخصوصا الستات. الستات بيحبوا ان البرفان اللي انت تكون حاطه برفان ديسايسيف، برفان يعني ايه، برفان عارف هو عايز ايه، او برفان يصير جواهم الشبهات والتساؤل. انما البرفان ده ما بيصيرش تساؤل، البرفان ده يعني ايه، مشوه الشخصيه، خلينا نقول كده. فمن ناحيه الاطراءات هو برفان مش هيجيب لك، يعني مش هيخذلك في الحته دي، ولكن اعرف ان في برفانات تانية هيجيب لك اطراءات كتير، واقربها اللي هو اخوك كبير فيرزاتشي ايروس، ده هيجيب لك اطراءات بالهبل وهيجيب لك يعني رد فعل افضل بكتير جدا منه. ننقل لنقطة تانية مع البرفان ده، وهو نقطة الأداء. وهنا أقدر أقولك إن الأداء زيه زي فيرزاتشي إيروس بالظبط، مفيش تقريبا أي اختلاف، هما البرفانين زيهم زي بعض في الأداء، ما بيدلكش أداء أكتر منه بأي حاجة خالص. البرفان تقريبا نفس الثبات بتاعه، تقريبا 7 ساعات ولا حاجة، ونفس الفوحان، بيديلك يمكن فوحان أقل كمان، لأنه البرفان تيمد شوية، أو البرفان يعني إيه، مخفض شوية من ناحية الجنان بتاع الفيرزاتشي إيروس، فبتحس إن الفوحان بتاعه أقل سنة. فمن ناحية الأداء ما أقدرش أقول هو اقوى من الفيرزاتشي ايروس، انا اقدر اقول لك ان الفيرزاتشي ايروس اقوى منه بمراحل. البرفان يعني ليه قابليه ان هو يؤدي، ولكن ما تتوقعش ان هو هيكسر الدنيا ولا حاجه. فمن ناحيه الاداء اقدر اقول لك الاداء بتاعه مثلا ممكن اقيمه ان هو 7.5 من 10 ولا حاجه، وخصوصا خاصه ان الباتشات الجديده الاداء ما بقاش زي الاول، فما تتوقعش ان الاداء بتاعه يبقى قوي قوي ولا حاجه. ولسه انا عند رايي لو عايز اداء كويس هات الفيرزاتشي ايروس العادي، وخصوصا الباتشات القديمه هيبقى قوي كويس معاك. ولو عايز تجيب الايدو بارفان منه هيبقى افضل وافضل. بس بشكل عام الفيرزاتشي ايروس فليم الاداء بتاعه مرضي ليس اكثر. ننقل لاخر نقطه خالص مع البارفان، وهي نقطة السعر، وهل انصحك انك تجيبه ولا لا. طبعا انصحك انك تجيبه ولا لا، واضح ان انا يعني ايه غطيتها في الدقايق اللي فاتت. انا ما انصحكش ان انت تجيب البرفان ده، انا انصحك ان انت تخليك مع الفيرزاتشي ايروس العادي. سعر البرفان اعتقد ان هو بيتراوح ما بين 40 و 50 دولار ل 100 ملي، بيلعب في الرينج ده، يعني اعتقد ان هو 45 دولار ولا حاجه. بس بشكل عام البرفان انا ما انصحكش ان انت تجيبه، انا انصحك ان انت تروح للفيرزاتشي ايروس العادي. لو بتحب الاي دي تي هاته، لو بتحب التركيز الاي دي بي هاته، ولكن خليك مع الفيرزاتشي ايروس العادي. زي ما قلت لك الفيرزاتشي ايروس العادي ليه شخصيته، ليه هيبته، ليه ستايله الخاص، ليه الماس ابيل بتاعه، ولكن الفيرزاتشي ايروس فليم في رايي المتواضع ان هو مش محقق اي حاجة كويسة بالمقارنة بفيرزاتشي ايروس العادي. ده رأيي في البرفان. ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات ايه رأيكم، بس ياريت ما نقلبهاش خناقة، وياريت ما نقعدش نشتم في بعض. البرفان ده بتبقى يعني اراء شخصية، في اللي انت بتحبه يمكن غيرك ما يحبوش والعكس. بس البرفان ده انا شخصيا ما فضلش ان انا اجيبه، يمكن انت تفضل انك تجيبه. لو عايز تجيب اي حاجة من فيرزاتشي ايروس انزل جرب ده وجرب ده وقارنهم ببعض وشوف انت هتبقى يعني ميال لمين اكتر. بس شخصيا انا بحب الفيرزاتشي ايروس العادي عن الفليم بكتير. ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات ونتناقش في الموضوع ده.